كلامك يا كابتن ناصر، واقول علموا الحكام علشان اللقطه دي بالشكل ده شكلها مش ظريف. كابتن ناصر في حاجه بس، يعني احنا النهارده كان المفترض يا كابتن اسامه عندنا فقره تعديلات، بس طبعا الوقت ما فيش وقت، اللي هي كانت خاصه بمخالفه لمس الكره بالايد. طبعا نتمنى ان شاء الله في الحلقه اللي جايه ان شاء الله نعرض تعديل من التعديلات اللي احنا كنا بنقول عليهم في خلال القناه. طب ابرز التعديلات ايه يا كابتن ناصر؟ هي مخالفه لمس الكره بالايد، يعني في حاجه مهمه جدا عشان برضو حتى الجديد اللي بنتكلم يا كابتن في صوره، حتى لو معايا الصوره طلعها بسرعه مش هتاخد نص دقيقه، اللي هي البعض بيقدر ما بيقدرش يفرق ما بين الذراع وما بين الكتف. فهنا الصوره هنا بتوضح امتى احسب لمسه يد يا كابتن حشيش وامتى ما احسبش. لو انا معايا الصوره حالا دلوقتي، لو معايا الصوره هنجيبها لك دلوقتي. الصوره دي مهمه جدا وهي ب 1000 كلمه معاك يا كابتن. شوف يا كابتن هنا بيقول ايه؟ نو هاند بول. نو هاند بول يعني لا لمسه يد. منين بقى يا كابتن؟ احنا قلنا الجزء الاعلى هو ده من الذراع، هو نفسه الجزء السفلي من الابط، الابط اللي هو ايه ده؟ اذا الحته المنطقه الخضراء دي يا كابتن لو الكره جت فيها يا كابتن اسامه وجبت بيها جون يستمر اللعب. نو هاند بول. طيب من بعد المنطقه اللي هي الجزء الاحمر دوت لمسه يد، الهاند بول هنا لمسه اليد. دي بدايه بس في بدايه التعديل بنقولها عشان الناس تفرق ما بين لو جت في الكتف ناخد قرار ايه، ولو جت هنا من تحت الكتف ناخد القرار ايه. كابتن حشيش دي حاجه صغيره والتعديلات كتيره والحاجات كتيره، بس الوقت طبعا مش هيسعفنا النهارده نحكي تاني. بنقول تاني بقول مش مجامله، النهارده احنا بندي درس تحكيمي للكل. حكامنا المفروض انك انتوا اقروا القانون، اقروه مره واثنين وثلاثه. اللجنه الحكام تشتغل مع حكامها، الحكم مش جاهز يقعد، الحكم اللي ما نجحش في الامتحان يقعد، لان النهارده الموقف دوت لو حصل في 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 مباراه في الدوري الممتاز يا كابتن هتبقى كارثه للتحكيم. اشكرك طبعا وبشكر الوقت اللي انت اديتهوني في شرح الحالات التحكيميه كابتن. بشكرك يا كابتن ناصر، شكرا جزيلا، دايما بنستمتع بيك. شكرا كابتن، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك.